في دير الزور يواصل جيشون الباس الملاحقة العصابات الإرهابية في مناطق متعددة ويقضي على عدد كبير منهم. مراسلنا الحربي محمد أرسان تابع عمليات الجيش العربي السوري في حي العرفي بمدينة دير الزور. نتابع كيف يتقدم قواتنا الباسلة في هذا الحي وينصب كمين محكم للعصابات الإرهابية في هذه المنطقة. ايضا عمليات تقدم قواتنا الباسلة ضمن المنازل وملاحقة المسلحين ضمن هذه البيوت التي قاموا بفتح الطلاقيات للهروب منها. وهذا ايضا احد مشاهد الدمار والخراب الذي خلفته المجموعات المسلحة عندما مرت من هذه الممرات للهروب إلى أماكن أخرى. مشاهدينا، هذا أحد الأنفاق في منطقة العرفي بالقرب من الجامع. يستمر المسلحون في الهروب وتستمر المطاردة من قبل قوات جيشنا الباسل لهؤلاء العصابات المرتزقة التي عاثت فسادا وخرابا في منطقة العرفي. لأخبار تلفزيون محمد العرسان، دير الزور.